عطلة بعد شهور طويلة من الجد والإشتات والمراجعة، وهو حق التلميذ في الاستراحة والاسترخاء. ولما العطلة من أهمية لدى التلاميذ، إلا أنه يجب تنظيم الوقت والاستفادة منها والاستمتاع بقدر ما أمكن. وشكرا. Les vacances, c'est le temps. صباحة هذا اليوم انطلقنا إلى مياه والغابات. نحن وتلاميذ المستوى الثالث والرابع مؤسسة نور بسالة للتعرف على المشاتل الموجودة على أشجار وعلى مجموعة من الأشياء. نطرح أسئلة ونتلقى إجابات. شنو درتو في هذا الصباحية؟ اليوم مشينا شتى المياه والغابات. بقى يوم العصافير تجي تنقب وتاكل النباتات اللي تيكون هنا. هاد الصباح استفدنا كيفاش تنزرعو النباتات وكيفاش تنسقيهم وكيفاش كيفاش هما نباتات حية وكائنات حية وكيفاش هما تتنفسو. انت اسامة راحي كيفاش تنوض كمو شنو هي؟ كنت مع أطفال نور السالة. Aujourd'hui, je vais expliquer pour vous la notion d'un tableur. Un tableur est un logiciel de création et de manipulation. Il nous permet de faire des calculs mathématiques et statistiques, manipuler les chiffres et des calculs mathématiques et statistiques. Manipuler les chiffres et les lignes.